السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، وأهلا وسهلا بكم. اليوم راح نتعلم طريقة السويتش في برنامج الأنمي ستوديو. كثير من الأصدقاء يسألون عن السويتش. السويتش نستفاد منه في كثير من الحالات، مثلا الشخصية نخليها أمام خلف إلى آخره. اليوم راح نشتغل على هذا الترافيك لايت، راح نرسمه. نجي بالطريقة نرسم الترافيك لايت، هذا جاي نرسمه. نرسم عدة طبقات. أول مرة نرسم الطبقة الرئيسية اللي هي بدون ألوان، اللي اللون المطفي. نرسم القاعدة، نرسم وجه الترافيك لايت، وبعدين نرسم الدوائر الخاصة باللايت. فقط نعدل. أنت الرسم، احنا أخذنا درس الرسم، ما راح نشرحه لأن هي مو شغلتنا، شغلة الرسم، وإنما شغلة السويتش. السويتش مثل ما قلنا هي الانتقال من لاير إلى لاير آخر. طريقة الانتقال من لاير إلى لاير آخر، عندك لون أحمر تريد تسوي أصفر عن طريق السويتش، أنت تختار السويتش. الآن راح هذا اللايت نرسم واحد ونستنسخه، كنترول سي الاستنساخ طبعا النسخ، كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في مع الشفت ننزل للأسفل. هذه هي قاعدة الترافيك لايت. راح الآن نسميها all. هذه راح نفتح لايرات ثلاثة للألوان. هذا اللاير مثلا هذا اللون الأحمر، اللون الأحمر ناخذ نفس الدائرة ننسخها، نقولها كنترول سي، نجي هنا كنترول في ونلونها باللون الأحمر ونخليها فوق، نلونها لون أحمر. هذه الآن نفتح نسوي اللون الأخضر، نسوي لنا دائرة أخرى ونسوي لنا اللون الأخضر، طبعا مو نفس اللاير، نسوي لنا لاير جديد، لاير جديد نسميه يلو مثلا. هذا الأصفر، هذا الأصفر ناخذه وننطي لون بنفس الطريقة بالتلوين، ننطي لون. نجي الآخر لون هو الجرين، نختار اللون الأخضر، نسوي لنا واحدة، نخليها نفسها ونسحب هذا الجرين، ننطيها لون. لاحظ هسه لوناها، هسه صار عندنا ثلاثة. نخليهن بجروب، نخليهن بجروب، سويناهن جروب، نسمي أي اسم، ترافيك نسمي أي اسم. هذا الجروب راح نحوله الى سويتش. لاحظ كليك يمين، كليك يمين وتجي الى سويتش، كونفرت تو سويتش، صار الان كونفرت تو سويتش. لاحظ اذا اختار اضغط كليك يمين واختار اي لون اريده، هذا اختارين الجرين واختاره مرة ثانية حتى يبقى ثابت، يبقى ثابت هذا اليلو، ونجي الى، لاحظ اختار مرة ثانية حتى يثبت اللون، سناخذ الاحمر، هذا الاحمر ايضا نختاره، اختاره مرتين حتى يثبت بمكانه. لاحظ الانتقال بين الالوان. واحنا بهاي الطريقة نقدر نسوي لنا سمارت بورن، سمارت بون نسوي لنا عظمة باستطاعتنا ان نخليها. برنامج انمي ستوديو يتيح لك كل شيء، يعني يتيح لك كل شيء. انت تعرف على البرنامج وراح تعرف كل شيء في هذا البرنامج، يعني ما بي أي مشكلة يعني هذا البرنامج. لاحظ هذه هي طريقة الانتقال، هذا تقدر تأخذه. الآن راح نسوي سمارت بون، نخلي هذا جروب السويتش داخل جروب آخر، نسوي لنا جروب آخر هذا الجروب ونسميه بون. هسه راح نقول له convert to بون، نسوي عظم، نسوي عظم وراح نرسم لنا عظمة، ناخذ لنا عظمة نرسمها حتى نحرك الألوان بالعظمة، مو كليك يمين خاف، يعني نحركها بالعظمة، نرفع العظمة نخليها بالوسط مقابل الدوائر، نقلل الجاذبية مالتها ونجي ننطيها الزوايا، الزاوية مالتها، احنا الزاوية لازم تكون توصل، نريد نخلي
العظمة تدخل على الأحمر على الأصفر على الأخضر. نعدل بها احنا بعدين نجي للأكشن، نفتح الأكشن نختار العظمة نقول له نيو أكشن. لاحظ نجي إلى رقم 6 ندور العظمة إلى، لاحظ ندور العظمة إلى اللون الأحمر، هذا اللون الأحمر، وندخل على السويتش نختار اللون الأحمر. اختارينا اللون الأحمر، نجي إلى رقم 12 ندور العظمة أيضا، لازم نروح للعظم العظمة الرئيسية لاحظ، وندور العظمة على الأخضر، هذا على الأخضر، وندخل على السويتش مو على اللحظة، نصعد على السويتش، السويتش مع جرو هنا هذا السويتش، نختار الأصفر، هذا الأصفر اختارينا، نجي إلى رقم 18 بس خلنا نعدل العظمة لأن العظمة ما توصل، احنا مسوينها 90 الزاوية لازم ننطيها أكثر، خل نسويها 120 إذا هاي. هذا الأصفر العظمة ما تتحرك لازم ننطيها، لاحظ ما تتحرك لازم شوي نكبر الزاوية مالتها، نكبر زاويتها، نطلع نرجع مرة ثانية كول سترين ونقول له 120 خليها 110 كافي كافي 110. الآن احنا على 18 نزلنا على الأصفر، نطلع من هاي القائمة نجي إلى الأخضر وندخل على القائمة ونختار الأخضر. لاحظ الآن لما نحرك العظمة إلى أي مكان من هذه الألوان راح تتحرك تتلون. نرجع للعظم، لاحظ يجينا لون، وين يأشر؟ يأشر لاحظ احنا جاي نأشر، حتى توقف مرات تصير بين بين الأخضر والأحمر يجي الأصفر، تقدر تختار الكي فريم تسويه ستيب، تسويهن ستيب حتى يقفز مباشرة، يعني ما يتحول من أحمر إلى أصفر إلى أخضر. بالستيب تقول له، إذا تقول له ستيب يتحول لك من أحمر إلى إلى أخضر بشكل مباشر. وبهذه الطريقة أحبائي راح تشتغل الترافيك لايت او اي شيء، اي شخصية. مرات بالشخصيات الجاهزة اكو سايد وامام وخلف، فانت بهالطريقة تدخل على السويتش وتختار الشخصية، تقول له باك، تقول له سايد، تقول له فرونت مثلا، او 3x4 اللي هي بريفيو، يعني احنا نسميها بالعراقي صفح جانبي، بس مو كلش يعني 3x4 يسمونه. هو انت حاول ان تشتغل غير شغلات، مو شرط ترافيك لايت، تريد تعلم الاطفال الارقام رقم 1 رقم 2 يتلون، بهالطريقة انت تقدر ان تشتغل العمل مالتك، وهي هذه النتيجة النهائية اللي راح تشوفها في هذه. اللي عنده سؤال احبائي خلي يسألنا، شاركوا بمجموعتنا، عندنا مجموعة بالفيسبوك، مجموعة بالفيسبوك عندنا هي مجموعة كارتون شو، هذه هي المجموعة، اشترك بهذه المجموعة معنا، وحاول أن تنزل فيديوهاتك مثل الأصدقاء الآن منزلين فيديوهات. احنا سامحين للكل أن ينزلون أي شيء بهذه المجموعة. عندك سؤال اسأل، أعتقد هذا السؤال إجا من أحد الأصدقاء عن السويتش اللي هو هذه بناء الشخصية أو لا، هذا السويتش احنا جاوبناه، وشكرا للأخ العزيز محمد.
محمد عبد محمد احمد عبد الرحمن ايضا رجل مبدع في هذا المجال، مبدع جدا واحنا متابعينه. هو مشارك ايضا في هذه المجموعه، عنده سؤال خليه يسال. وايضا حاولوا ان تدخلون على موقعنا الالكتروني وعلى مجموعتنا وعلى صفحتنا. بالاخير تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل كارتون شو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.